مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف العاشر في مدرسة الأندلس الثانوية الإعدادية الخاصة للبنين في درس جديد من دروس التعلم عن بعد عنوان هيا بنا نستكشف عنوان درسنا اليوم باستخدام استراتيجية من أنا. الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين، الحرف الأول من اسمي عمر عين، لقبت بالفاروق. من هو؟ إذن هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. افتح مع الكتاب صفحة 156 تحت عنوان ثقافة عمر بن الخطاب للكاتب الكبير عباس محمود العقاد. أهداف اليوم: أن يستنتج الطالب الفكرة العامة للنص من خلال القراءة الصامتة، أن يستنتج الطالب معاني المفردات على ضوء السياق من خلال القراءة الجهرية، النشاط الأول اقرأ النص قراءة صامتة متأنية ثم حدد الفكرة الرئيسة وأهم الأفكار الواردة فيه بصورة صحيحة، وكذلك حدد المفردات الصعبة أو الغريبة بالنسبة لك. أوقف الفيديو ثم اقرأ النص قراءة صامتة ثم ارجع إلى الفيديو مرة أخرى. يقول الكاتب الفقرة الأولى: إذا تكلمنا عن ثقافة عمر بلغة العصر الحاضر جاز لنا أن نقول إنه كان رجلا وافر الحظ من ثقافة زمانه، إنه كان أديبا مؤرخا فقيها مشاركا في سائر الفنون، مدربا على الرياضة البدنية، خطيبا مطبوعا على الكلام، فليس أرجح من نصيبه في ثقافة زمانه نصيب. فقرة الثانية: ظل في إسلامه كما كان في جاهليته عظيم الشغف بالشعر والأمثال والطرف الأدبية، بل ظل كذلك بعد قيامه بالخلافة واشتغاله بجلائلها ودقائقها التي لا تدع له من وقته فراغا لغيرها، فكان يروي الشعر ويتمثل به ويحث على روايته ويعتدها من تمام المروءة والمعرفة، كما قال لابنه عبد الرحمن: يا بني انسب نفسك تصل رحمك، واحفظ محاسن الشعر يحسن أدبك، فإن من لم يعرف نسبه لم يصل رحمه، ومن لم يحفظ محاسن الشعر لم يؤدي حقه ولم يقترف أدبا. وقال للمسلمين عامة: أروا الأشعار فإنها تدل على الأخلاق. من هاتين الفقرتين نستنتج الفكرتين الآتيتين: سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه مثقف أديب فقيه خطيب محب للشعر، بما أوصى سيدنا عمر ابنه ونظر إلى فائدته العلمية كما نظر إلى متعته الأدبية، فقال فيه إنه جذل من كلام العرب يسكن به الغيظ وتدفع به النائرة، يبلغ به القوم في ناديهم ويعطى به السائل، وكانت متعته بطرائف الأدب من متع الحياة التي لا يبالي الموت لو حرم نصيبه منها، فكان يقول: لولا أن أسير في سبيل الله وأضع جبهتي لله وأجالس أقواما ينتقون أطايب الحديث كما ينتقون أطايب الثمر لم أبالي أن أكون قد مت. وإذا قرنت العبارة باستطراف الحديث المهذب عند عمر فذلك غاية ما يبلغه فضل الأدب عنده من ثناء وتقليد. فقرة الرابعة: ومن ناحية الأدب فيه وناحية الدين معا، حثه على تعلم العربية لأنها تثبت العقل وتزيد في المروءة، وقد أوصى بوضع قواعد النحو لأنه قوام العربية. ولم يزل عمر الخليفة هو عمر الأديب طوال حياته، ولم ينكر من الشعر إلا ما ينكره المسؤول عن دين، ولمن سقطت أنه الأديب الحافظ الراوية إلا حيث ينبغي أن ينسى ذلك ليذكر أنه القاضي المتحرز الأمين. الفقرة الثالثة: فوائد الشعر.
الرابعة وصيته بتعلم العربية وقواعدها. سيدنا عمر ينهى عن قبيح الشعر، فنهى عن التشبيب بالمحصنات كما نهى عن الهجاء، وجيء له بالحطيئة متهما بهجاء رجل من بني سعد، حيث يقول فيه: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فنسي أنه الأديب الراوية، ولم يذكر إلا أنه القاضي الذي يدرأ الحدود بالشبهات، ولا يحكم بما يعلم دون ما يعلمه أهل الصناعة. قال له: ما أسمع هجاء، ولكنها معاتبة. ثم سأل حسان بن ثابت فقضى بأنه هجاه، وأفحش في هجائه، فحبسه وأنذره ونهاه أن يعود إلى مثلها، فانتهى طوال حياة عمر رضي الله عنه وأرضاه. الفقرة الخامسة والأخيرة: ولم يقصر نصائحه على علم الدين ولا علم الأدب واللغة وحده، بل تناول كل ما عرف من معارف زمانه، فقال: تعلموا من نجوم ما يدلكم على سبيلكم في البر والبحر، ولا تزيدوا عليه. ولا شك أن نصائحه العملية في طلب العلم كانت أغلب من نصائحه النظرية فيه، شأنه في ذلك شأن رجل الدولة الذي يعلم الناس ما ينفعهم ويصلح معاشهم ويهذب أخلاقهم. ولكننا مخطئون إن فهمنا من هذا القول الذي رويناه في علم النجوم أنه كان يكره الزيادة الحديثة فيه كما عرفناها نحن في أيامنا، فإنما الزيادة التي كرهها هي تلك التي كانت على عهده تخوض في التنجيم، وتربط أخضار الناس بالكواكب، وتجعل منها أربابا تعبد من دون الله، وأرصادا تؤتمن على أسرار الغيب، وذلك ما ننهي عنه الآن، ونعد النهي عنه من تحقيق العلم الصالح. سيدنا عمر يوصي بتعلم كل نافع من العلوم وترك ما يضر، وكذلك الفقرة الآتية: ولم يفته الحرص على المعرفة التي تخترع منها منافع للناس في أمر المعاش، فطلب إلى أبي لؤلؤة غلام المغيرة أن ينجز ما ادعاه من اختراع طاحون تدار بالهواء. هو علم الصناعات كما انتهى إليه في عصره، لا يضيره أنه قسط ضئيل، بل حرصه عليه مع ضآلته دليل على ما يلقاه من تشجيع الصناعة يوم يراها جليلة كبيرة الآثار. سيدنا عمر يشجع على الصناعة والاختراع والاحتراف، زبدة الثقافة كلها في أقطاب الحكم وعظماء الأعمال إنما تتلخص في شيء واحد، هو الدراية بالناس ونفاذ البصر في شؤون الدنيا، وصدق الخبرة بدخائل النفس البشرية، أو هو ما نسميه في أيامنا هذه بالرأي السليم والحكمة العملية، هو مجال كان عمر بن الخطاب قليل النظراء فيه، وحفظت له كلمات في معانيه يندر مثيلها بين كلمات الحكام ولا يكثر مثيلها بين كلمات الحكماء. فأي كلمة أدل لا على النفس البشرية من قوله: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكنه الذي يعرف خير الشر. وأي نفاذ في تركيب الطبائع أمضى من نفاذه، إذ يقول: ما وجد أحد في نفسه كبرا إلا من مهانة وجدها في نفسه. ليس هذا بعينه هو مركب النقص الذي يلهج به علم النفس الحديث؟ ويرأي في تجربة الناس أصدق من رأيه حين يقول: لا تعتمد على خلق رجل حتى تجربه عند الغضب. كان سيدنا عمر بصيرا حكيما ذا رأي سديد.